لبونه حلي عني سميحه احسن لك. ها والله كنت عم امزح معي. لا ستي ما كنتي عم تمزحي، انا بعرف انت من زمان بدك تخلصي مني، بس وينك سميحه؟ اذا انت ما انك طايقتيني طاق، انا ماني طايقتك 1750 مليون طاق. عن جد؟ ايه عن جد عم بحكي. وتبقي خلي الست نسمه تتحملك وتتحمل غلاصتك وتتحمل موبايلك اللي كل يوم بفيق الحاره قبل ما يفيقني. انا؟ ايه انتي، وبلكي فرد مره بتحمل كركبتك وفوضويتك منيحك. انا فوضويه؟ وانفلاشيه كمان. فلاشيه؟ ايه. نور قومي شوفي لي شو يعني كلمه انفلاشيه على الانترنت. ومن وين جايبتي لي هالكلمه؟ أريك إيه؟ كملي كملي نور، شو كنتي بدك تقولي لنا؟ اللي بدي أقوله، خفوا على نسمة شوي، لسه عاملين لي حلف وأحزاب ضدها للمخلوقة، يعني لسه ما شفتوا خيرها من شرها، أنا قالوا لي إنه البنت كتير طيوبة وحبوبة، أعطوها فرصة. شو؟ بدك كلها الصفان؟ لا، أنا من حيث المبدأ ما عندي مشكلة. بعدي بعدي. وانا كمان ما عندي مشكلة، بالعكس انا حتى ما رضيت اتحالف مع لبنى وميديا عليها، قلت لهم انه البنت كتير طيوبة، بصراحة انا كتير حبيتها. اي والله كتر خيركم، لانه ذبحتوني من الصبح لهلا. نور بدي اسألك سؤال، شو يعني انفلاشية؟ اي طبعا طبعا انا جاهزة بأي وقت بدك اياه. بس ليك بدي اقول لك شغلة، اول شي بدي اطلب منك طلب، بدي اياك انت اللي توصلني. إيه طبعاً، لأنه أنا بتلبك كتير أول مرة. هي أولاً، ثانياً أنا بعندي وحياتي ما سمعت فيه لهذا العنوان، شلون بدي أصل له؟ شو؟ قربت توصل؟ لك أنا ما قلت لك لا تجي. لك يا أخي ما بدي حدا يعرف فيك. بعدين أنا مالي جاهزة. خمس دقايق؟ يلا يلا، خلص خمس دقايق بكون جاهزة. باي باي. مرحبا. أهلين. هالزورة منو هالتشخشر اللي طلعت معه الأنسة لبنى؟ شو بيعرفني هالسلالة؟ بس إلا ما أعرف. هدي اطلعي ولا بنضل مقضينا بصقية. إيه 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 أهلين هزار. معقولة يا نونو؟ معقولة أنت قاعدة بالبيت والمي عم تمشي من تحت رجليكي؟ خير شو في؟ لك قال خير شو في؟ يا طلعت مخباية بتياب وطلعت سلالة، ما معقول ما معقول، كلياتنا مخدوعين فيها. هزار عن مين عم تحكي؟ فهميني شو القصة؟ عن مين يعني بدي أحكي؟ ما عرفتي عن مين بدي أحكي؟ أهلين جارتنا والله. ليكي نونو الجو صار كله عواصف وأعاصير وأنا هذا بيخنقني بيخنقني، تعي نحكي مع بعض لحالنا تعي. لحظة لسكر الباب. تفضلي. منيح اللي بعدتي. تعي نحكي. الله مو معقول الغلاظة يا، شو يعني هي بلطت بلطت استقرت يعني؟ هزار خلص شيلينا من نسمة، بس انتي عن مين كنتي عم تحكي؟ ومين هاي اللي مخباية بتيابها؟ لبنى. شو؟ ما تستغربي ما تستغربي، أنا مثلك هيك استغربت، يا مو معقولة هي البنت، مو معقول، شو مخباية بتيابها؟ أنا شفتها بعيوني اللي بدو ياكلون الدود. أنت شو عم تخبصي؟ يا الله يا نونو مو معقول مو معقول، شو جقرة؟ لك مو إنه خلته ينزلها بعيد شوي عن البناية، لا عادي إجت قدام باب البناية ونزلت من هالسيارة الشبح ومع شاب بيطير ضبانات العقل، طول عرض بياض عيون شرطة العين هيك الرموش هيك المقلوبة شعر أسود بياخد العقل، منين متعرف عليه؟ ما بعرف. هزار لبنى نايمة جوا بغرفتها. نايمة جوا بالغرفة؟ أشو شايفة بمنامي أنا؟ يخرب بيته على هالجمال، يا ريت هيك قدري شوي بيشبهوا الحظ. نظام الاتهام العام وبهيت أخذوا منظم التشريعات الحديثة فتضعوا سلطة الملاحقة. لبنى شو وينها لبنى؟ ما بعرف. شو يعني ما بتعرفي؟ طلعت من شوي. لوين راحت؟ ما بعرف، أساساً هي طلعت مستعجلة. ليش نور في شي؟ لا لا ما في شي، سلامتك.
البحث الثاني. والله وطلعت ابن حلالك يا حسان. طولي بالك يا لبنى، سنة واحدة ورح خلي البلد كلياتها تحكي عليك. تحكي عنك. بس أنا بصراحة ماني كتير متفائلة. ليش؟ ليش يا لبنى؟ ما فيها شيء. أنا إذا بدك تصورني بكاميرا موبايل بتلبك، كيف إذا بدي وقف قدام الكاميرا ومثل؟ يعني دخلك هالممثلات اللي عم ياخدوا أدوار بشو أحسن منك؟ كلياتها 10 مشاهد نرقي لي ياهن الله يرضى عليكي. ماني عرفانة شلون قدرت تقنعني. أنا مثل آخرتي. شو بدي أقول للصبايا؟ لك شو بدي أقول لأهلي صحيح؟ شو بدك تقولي لهم يعني؟ رزقة وإجتك شو بتكبيها؟ لا ما هي المشكلة، رزقة ما بتنكب. بعدين لا تنسي أنتي مدعومة من صديقة مساعد المخرج شخصياً، يعني أنا الكل بالكل. عن جد؟ طبعاً. والله برافو عليك لك يا حسان، مع أنك كنت أكسل واحد بالمدرسة، قديش آكل مصادر لأنك ما أنك كاتب وظائفك؟ اسأل الله. إيه عزيزتي، وصلنا نحن، شايفه هذا المدخل الطابق الأول، بتنزلي بتسألي عن أبو أحمد. ليش مالك رح تنزل معي؟ لا حسان الله يوفقك ما تخليني انزل لحالي، انا بتلبك كثير بخاف. عزيزتي انا ما في داعي اني انزل معك يا لبنى، خلص انزلي اعملي مثل ما عم اقول لك، اسالي عن ابو احمد وقولي له انك من قبلي شخصيا. تمام؟ ماشي الحال. يعطيك العافية عمو. أهلين. نعم. الله ينعم عليك. بالله الأستاذ أبو أحمد موجود؟ إيه هلا كحلتيها. عفوا. أنا الأستاذ أبو أحمد، تفضلي. شكرا. أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. من هون. إيه أبو أحمد، ليش ما قلت لنا إنه عندك أنسة ظريفة وأمورة مثل أنسة لبنى؟ تفضل تفضل ارتاحي. شكرا. يلا هاي تعرفتوا على بعض. وخير المعرفة والله. تسلم يا رب. يلا بالإذن. صدقيني يا أنسة لبنى، أنت كانت تزبط عليك أدوار كتير بتجنن، بس للأسف كلها راحت منك. بس لو مالك متأخرة شوي. يلا مو مشكلة، الأيام جاية. أنت متخيلة شخصية وداد هاي اللي كانت عنا، اللي بتحترق بالزيت وبتتشوه وشها، قديش كانت تزبط عليكي؟ يا لطيف. ولا شخصية هبة الكتعة بمسلسل الشريفون والنار، إيه بشرف الدور لابسك لبس. إيه يلا مو مشكلة مو مشكلة أستاذ. صحيح أستاذ، رح تعملوا جزء تاني من مسلسل الشريفون والنار؟ لا لا لا، هاي اللي احنا عاملين لها سلسلة كاملة. على العموم أنت المطلوب منك إنك تحفظ الدور منيح وتتقيدي بالمواعيد. وعلى كل حال هي هلا سلفي 10,000 ليرة، وبعد ما تخلصي تصوير لك قدم منهم. ولا يهمك استاذ، وبالنسبه للحفظ لا تاكل همها، انا على فكره رح احفظ النص كله كرج ومرجو على المقلوب. انا لما كنت بالمدرسه كنت اشطر. طيب طيب يا انسي، طيب اليوم التصوير على الساعه 1 بالليل، الساعه 12 لازم تكوني موجوده باللوكيشن. اوكي ضروري بالليل. طيب يعني انت بتعرفي طبيعه الدور، وحده سارقه ولد وهربانه فيه وعم تنافي بالجناين، اكيد ما رح تعمل كل هالعمايل بعزين الظهر. ايه طبعا اكيد. مرحبا. اهلين لبوني. شو ليش تاخرتي؟ كنت عم دور على شغل. توفقتي ولا مثل العاده؟ مثل العاده طبعا. ربي شو أعمل؟ قلن ولا ما قلن؟ ماني عرفانة شو بدي ساوي. أحسن شي خبرن، واللي بده يصير يصير. يعني أنا ما عم بعمل شي غلط، هذا بيضل اسمه شغل، بالأخير هذا فن. أنا لازم خبرن، رح أقول لنور أول وحدة، هي أعقل وحدة بيناتهم وأكتر وحدة ممكن تستوعب القصة. نور أنا لقيت شغل. إن شاء الله. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. بس ما بدك تعرفي شو هو الشغل بالأول؟ مو مهم أعرف، المهم إنه شغل وفي مصاري. حتى لو قلت لك إنه أنا بدي أشتغل بالتمثيل مثلاً؟ خلص هلا بلا مزحك. أنا ماني عم بمزح، عم بحكي عن جد، بدي أشتغل بالتمثيل. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه؟ يبعت لي همّا. أنت أكيد سخنانة أو مرضانة. لا ما فيني شيء. بعدين لا تحكي هيك، ليش هيك عم تقولي؟ لبنى
كبري عقلك، فكري حبيبتي، ما بيلبق لك. بلا نور بلا نور. عالنور قال ما بدي. أحسن شي قول لسميحة، سميحة بتفهم علي. بعدين خلقها هي مطبلة بالدنيا مزمرة بالآخرة. الله عليك يا رب. الله عليك، شو بيطلع معك؟ ليش عم ضحكي بقى؟ شو عم قلك نكتة أنا؟ لا بس عم أتخيل هيك واقفة قدام الكاميرا وإجا المخرج يعطيك ملاحظة، إي والله بتقتلي. ما بدي ما بدي، ما عاد بدي أقول لحدا. ولا قلك مالي غير ميديا، هي أكتر وحدة بتفهم بهالقصص. لا انت اكيد جنيتي. ليش؟ انت حدا مطلقتك علي؟ بدك تخربي لي حياتي، تدمري لي مستقبلي. هذا الموضوع ما بدي اسمع منك مره ثانيه ابدا ابدا ابدا. يمو احسن شيء ما اخبر حدا.